بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس جمعية النادي أفونتور، جمعية نادي أفونتور لتسلق الجبال. حنا المنظمين ديال هاد الدورة التكوينية. الدورة التكوينية الهدف ديالها هي تقريب الرياضة تسلق الجبال للأطفال، باش ندخلوها الثقافة ديال تسلق الجبال والرياضة والجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم للناس ديال المنطقة، لأن للأسف المنطقة مشهورة بتسلق الجبال منذ 1964، لكن كنلاحظوا بأن المزاولين ديالها في المنطقة قلال بزاف. والهدف من هذه الدورة التكوينية اللي كتنظم من طرف المنتدى وكترافق عليها وكتشرف عليها هذه الجمعية والدراري محليين، هو تقريب هذه الرياضة للناس المحليين قبل ما نفكروا في العالمية، خصنا نفكروا في المحلية، عاد الجهوية، عاد الوطنية، عاد الوطن، عاد الدولية إن شاء الله. وشكرا، مرحبا. On rocks, and it's different. It's very tiring and a little bit scary because you don't really know what you have to do, because it's not a real route that you have to follow. It's just a little bit you have to see while you're climbing where I have to climb. It's different because the rocks are way the color is way different. And in Belgium it rains a lot, so if you want to climb on rocks you have to choose a right day, because otherwise it's way too slippery or too much mud or something like that. Thank you so much. غير نسير نعيد انا مونيتور، يا مونيتور ديسكالاد، نسير انا ديسكالاد الدراري مزال، نسير نعيد لا فورماسيون، نشرح راسنا ديال بزاف الحوايج، بزاف تاتيسيني كرواني مزال، نعيد الشباب وكنتو درايا، تاتيسيني ديسكالاد هو يوت الدرجة، يوت الحاجنا شقانت كاع خطيرة دولنا، ولاني تتحول الناس فهمي الدراري راسني نعيد انا سبور كاع كرياضة ككرة القدم ككرة اليد، يوت الرياضة كاع تحترم بنادم. انت تحترم بلا من قوانين الناس لي سيكوريتي اللي انت قلت حتى كنت تحترم، اما تتصاوبش الطوموبيل دونا ما نديش تسند الحوايج الا الصباط تتكنا خصوصا ليك لي شوسور تقريبا تتكنا ليك خصوصا غير ولي سكالاد ليك ولي ميد لارني الحزام تتكنا لارني تتكنا زعما تنسين شريط الحزام تتكنا لارني اسم سلارني ديال الخود الكاسك الكاسك تي ليوت لونو تاع السيريس من لونو دويت بس ما نبلاش لحيت نورت لي لونو تاع اسم ساموركيس. My name is Jasper and I am from Belgium.
This is my first time in Morocco. I'm on a vacation here. We are traveling around Morocco. So we've been to Marrakech and some other cities. And now here in the Todrak Kloof, I have been able to climb this rock. But I have never climbed rocks before, only in the gym. But this was the first time on a rock and it was very nice. And he helped me climb it. So yeah, it was very enjoyable. Do you like it? You enjoy it? Yeah, I love it.